خلينا نفهم المزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء من خلال انضمام الدكتور زكريا فؤاد أستاذ الزراعة معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك دكتور زكريا. صباح الخير والسعادة والأمل أستاذ أمل أستاذ باسم، أهلا بحضرتك وبسير المسؤولين الكرام. اهلا بحضرتك. الحقيقه دكتور ان لقاء مهم جدا جمع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنتحدث طبعا يوم امس مع مدير عام منظمه الاغذيه والزراعه للامم المتحده الفاو. لو حضرتك تطلعنا على ما تم استعراضه خلال هذا اللقاء في التجربه المصريه الثريه للغايه خصوصا خلال السنوات الماضيه والمستهدفات من خلال هذا التعاون يا دكتور زكريا. الحالية خلال استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تم استعراض أوجه التعاون المشتركة، لأن في تعاون وثيق ما بين منظمة الأغذية والزراعة في مجالات ومشاريع تنموية في مجال الغذاء ومجال الزراعة عبر سنوات عديدة. وشهد أيضا هذا اللقاء الاتفاقية الإطارية القادمة من 2024 ل 2027. والحقيقة يعني عندنا مشاريع كثيرة تبع منظمة الأغذية والزراعة، وهو الحقيقة مدير عام المنظمة أشاد باللي شافه من التنمية في كافة المجالات سواء العمرانية أو الزراعية أو الصناعية، لأن الحقيقة في من 2014 حتى هذه اللحظة في مشاريع تنموية زراعية عظيمة جدا في ربوع مصر المختلفة، ولأن في أزمات عالمية وفي تحديات كتيرة. يعني احنا عندنا تحديات نحن فعلا أكبر مستورد للقمح حتى الآن، لكن الجهود الدولة المصرية بتبذل جهود كبيرة جدا للحد من هذه الكميات. في تحديات بتقابلنا زي الزيادة السكانية الكبيرة وزي التغيرات المناخية وأيضا أزمة أو الحرب الروسية الأوكرانية، دي أثرت بصورة كبيرة. لكن طيب، من الناحية الأخرى تفضل يا فندم. كنت عايز أسأل حضرتك تحديدا عن الأزمة الروسية الأوكرانية وطبعا كارثة تغير المناخ اللي بتواجه العالم كله، وتطرق الحديث واللقاء بين الجانبين عن الموضوع ده بالذات وكيفية مواجهة مصر لهذه التحديات. حضرتك شايف مصر إزاي واجهت التحديات دي خصوصا الأزمة الروسية الأوكرانية؟ الحقيقة الدولة المصرية بالقيادة السياسية الرشيدة أولت اهتمام كبير جدا بالمجال الزراعي في شقين، عن طريق التوسع الأفقي والتوسع الرأسي. التوسع الأفقي بزيادة المساحة المزروعة وباستصلاح الأراضي، اللي إن شاء الله في خلال هذا العام والعام القادم هيكمل 4 مليون فدان في ربوع مصر المختلفة، في مناطق مصر في شرق عوينات، في شمال وجنوب سيناء، في المشاريع الضخمة، المشروع المليون ونص مليون فدان، الوادي الجديد، زراعة 100,000 صوبة بمساحات كبيرة جدا. كل دي مشاريع هي توسع أفقي، زيادة في المساحات لزيادة الانتاج والجودة. وأيضا من الناحية الأخرى التوسع الرأسي باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة، البحث العلمي، الابتكارات الزراعية، إن إحنا نزود المساحة المحصولية ونزود الإنتاجية في نفس المساحة. فعملت الدولة المصرية بكافة أجهزتها الزراعية على تحسين الإنتاجية والجودة، يعني مشاريع إن إحنا ننتج تقاوي الخضر اللي كنا بنستوردها من بره في مصر. كل ديت أدت إلى تقليل الفجوة في كافة المحاصيل وزيادة التصدير للأسواق العالمية. فعلا دكتور، يعني جهود مصرية كبيرة جدا لمواجهة التحديات يمكن العالمية، أزمة الغذاء العالمية اللي واجهت العالم كله بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وطبعا كارثة تغير المناخ والزيادة السكانية هنا في داخل مصر. يعني بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور زكريا فؤاد أستاذ الزراعة.